لماذا هو مهم أن نأخذ لقاح الكورونا؟ في ظل جائحة كورونا وانتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم، وإلى اللحظة لم يتوفر أي دواء قادر على القضاء على هذا الفيروس، توفرت لله الحمد العديد من اللقاحات التي تستطيع حمايتنا وحماية من حولنا من هذا الفيروس، ونستطيع بشكل تدريجي الخروج من هذه الأزمة إلى حياة شبه طبيعية. هل يساعد لقاح الكورونا على حماية من حولي؟ نعم، أكيد يساعد اللقاح على حماية من حولي، إذ أنه يقلل نسبة الفيروس في الجسم، وبذلك يقلل نسبة عدوى الآخرين. من ماذا يحمي لقاح الكورونا؟ لقاح الكورونا يحمي على الأكيد بنسبة تصل إلى قرابة 100% من مرض الكوفيد، حيث يأتي على الإنسان بشكل شديد أو الحاجة إلى العناية المكثفة أو الدخول إلى المستشفى بشكل عام. هل يوجد أعراض جانبية للقاح؟ يلاحظ عند كثير من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بعض الأعراض، أهمها وأكثرها شيوعاً ارتفاع في درجة الحرارة، غثيان، إرهاق، آلام في العضلات والمفاصل، قشعريرة، وهذا ناتج عن تضارب الجسم مع اللقاح، ويمكن أن ترى هذه الحالة أنها إيجابية نوعاً ما. لا يوجد أي دليل على أن لقاح كورونا يسبب العقم لدى الرجال أو النساء، حيث أن المرض نفسه لا يسبب العقم لا للرجال ولا للنساء. هل يوجد أسباب للامتناع عن التطعيم؟ لا يوجد أسباب للامتناع عن التطعيم. إذا حد عنده شكوك أو بعض الأسئلة بيقدر يسأل طبيب الأسرة أو يجي هون على مركز التطعيم في مدينة إسن، وإحنا إذا معاه تقارير طبية أو بتناول بعض الأدوية ننظر إلهن، وإذا كل شيء تمام بأخذ اللقاح بشكل عادي. أين وكيف أستطيع الحصول على المعلومات الموثوقة؟ يقدر الشخص يسأل طبيب الأسرة أو أخصائيين ثانيين إذا بتعالج عندهم، أو بيقدر يزور صفحة معهد روبرت كوخ أو صفحات منظمة الصحة العالمية، ونرجو عدم الانتباه إلى الشائعات وما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. للمعنيين بالحصول على اللقاح يرجى مراجعة طبيب الأسرة أو مركز تطعيم مدينة إسن.